والله ما مش انا مبسوطه جدا بالحلقه الدسمه الجميله بتاعت حضرتك دي، ان حضرتك يعني لمست وحطيت خطوط كده على حاجات كتير قوي في الحياه، وانا مبسوطه من حلقه حضرتك يعني، بس وبتمنى برضو عن طريق حضرتك كده يعني، انت يعني صاحب دعوه جميله، ان انت برضو حضرتك، انا يعني الواحد بيربي عياله وبيجتهد مثلا معاهم، بس انا دايما يعني مثلا بالنسبه لاولادي بقول مثلا ان ابني او بنتي ده كيان، انا ما استهترش بعقل طفل واقول ان العقل ده عيل، او ان انا مثلا او البنت دي عيله، لا المفروض ان انا مثلا اعامل كل طفل او يعني كل اب ده وام عيل، عبد زينا بالظبط، يعني هو اه عنده وان هو رزق، كيان ده عنده وليه رزق، دماغ ده وليه عنده رزق تفكير. بتاعه، هو عنده رزق ربنا بيديهوله، هو في معاملة ما بينه وبين ربنا ليه، هو نحن نرزقكم وإياهم ليهم، هو ليه ايوه رزق هو بتاعه هو. اتفضلي يا أستاذة أم أحمد. ايوه ويعني وانا بصراحه دي وحب الله حضرتك اتكلمت فيه، وانا مبسوطه قوي، لاني يعني انا من وانا طفله، انا بتكلم عن نفسي يعني، من وانا طفله صغيره كنت يعني جبت بمصروفي كتاب كان عنوانه حب الله، يا سلام.